ده متعلق كمان، كنت حضرتك قلت رأيك في إطلاق الاستراتيجية المتعلق بتغيير خانة، بتغيير البطاقة الشخصية وإلغاء خانة الديانة منها. احنا محتاجين نلغي خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ولا نغير الأول ثقافة المجتمع؟ لأن احنا عندنا يعني أسماءنا بتقول ديانة، بس مش بس البطاقة الشخصية. ولا اللي انا عايز اقوله هتفرق ايه بقى؟ طيب ان انا شلت الديانة مسلم وانا اسمي محمد، او شلت الديانة مسيحي وانا اسمي جورج، هتفرق في ايه؟ مش هتفرق في حاجة. لكن هل احنا محتاجين اثبات رسمي للديانة؟ لازم عندنا اثبات رسمي. طب ليه؟ عشان مسائل الاحوال الشخصية. الدستور بيقول ايه؟ المسلمين المسيحيين اليهود كل واحد له شريعته، ويرجع لشريعته في مسائل الاحوال الشخصية. يبقى انا محتاج هنا الدين يبقى معروف ولا ما يبقاش معروف، او يبقى ثابت في محرر رسمي ولا لا. محرر رسمي اللي كلنا اتفقنا عليه هو البطاقة. تمام، ده يطلعنا على الاحوال الشخصية. احنا عندنا قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين، الكنائس كلها وافقت عليه والحكومة وافقت عليه وحيل البرلمان. هننتظر مناقشته ولا لسه ما وحلش البرلمان؟ لا، خليني اصحح بس المعلومة. هو القانون، هو قداسة البابا اللي قال المعلومة، هو محل، هو فعلا محل دراسة حاليا، وان شاء الله لما ننتهي من مراجعة كل النصوص هنحيله إلى الحكومة ثم إلى البرلمان. لكن المشروع المقترح ومشروع القانون موجود وبيدرس، فيه موجود، وكل يعني الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية الإنجيلية كل واحد بيحطوا رؤيتهم. القانون هيبقى موحد للثلاث كنائس، وفي حاجات هيطبق على جميع المسيحيين. لا، ما في حاجات لكل، هيبقى في لكل كنيسة أحكامها، أحكامها الخاصة في القانون، في القانون، بس هو يبقى قانون جواه ثلاث كنائس. طب واحنا بنعد القانون هل خدنا رأي الكنائس بس ولا خدنا رأي المسيحيين؟ لأنه كان في شكاوى كتيرة من القانون السابق، احنا في مسائل كتيرة ممكن تبقى مدنية أكتر منها كنسية، زي مسألة الطلاق. احنا بناخد دايما رأي أصحاب الشأن، زي ما القانون، زي ما الدستور بيقول، هما كل جهة دينية بتقول رأيها، ثم بعد كده نشوف الرأي العام اللي هيعالج بهذه الأحكام، نبدأ نشوف رموز منه، نبدأ نطلع على كان في آراء مختلفة ومتعارضة وممكن التوفيق بينها أو لا يمكن التوفيق بينها، ونرجح مين. الموضوع مش سهل. صحيح. في سؤال مهم قبل ما نخلص الحقيقة، متعلق بتقنين أوضاع الكنائس وحرية ممارسة الشعائر الدينية. الموضوع ده في مصر بقى حقيقة واقعة يحميها القانون، أما زلنا في حاجة لتغيير ثقافة الناس، أو ممكن الممارسات تبقى عكس اللي موجود في القانون؟ لأن في حاجات كتير الحقيقة القوانين بتضمنها لكن على أرض الواقع ما بتحصلش. شوف هقول لحضرتك، أولا بالنسبة لبناء وترميم الكنائس، ده خلاص احنا داخلين في 2000 كنيسة ومبنى تابع لكنيسة، 2000 صدر لهم ترخيص، ما بقاش فيه يعني زي الأول موضوع كان ملوش أصلا قواعد، ما تعرفش إزاي تبني كنيسة ولا ما تبنيهاش، وده أدى للتحايل وأدى أن تبقى فيه ويبقى فيه فتنة ويبقى فيه خناقات وقتل كمان أحيانا. لكن دلوقتي بقى فيه قانون وبينظم، فمفيش مشكلة.